بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله فراخ مشوية في الطاسة على الطريقة الباكستانية. عندنا كيلو وراك او صدور فراخ، وهنعمل في الفراخ شقوق عميقة بالسكينة بالشكل ده، تكون شقوق واصلة للعظم. وخلاص كده الفراخ جاهزة معانا، وهنخليها على جنب. بعد كده في بولة هنجهز الصوص بتاع التسوية، وصوص التسوية ده مش تتبيلة، هو صوص هنسوي في الفراخ. عندنا معلقة صغيرة ثوم مفروم، ومعلقة كبيرة جنزبيل طازة مفروم، وبشر قشر ليمونة، وعصير نص ليمونة، ومعلقة كبيرة خل، وثلاث معالق كبار زيت، وربع كوباية عصير طماطم اللي هي طماطم مضروبة في الخلاط عادي، وكوباية زبادي، ومعلقة كبيرة من بهارات الجرام مسالة، ولو مش موجودة هنحط خلطة بهارات الكاري اللي هي بتبقى جاهزة برضو عند العطار، ومعلقة صغيرة ملح تكون مليانة، وفلفل اسود، وهنقلب كويس كله مع بعضه. بعد كده هنسخن طاسة على نار عالية وهندهنها كويس بالزيت، وبعد ما الطاسة تسخن كويس جدا هنحط الفراخ. وبعد حوالي دقيقتين او ثلاثة هنبدأ نقلبها. وبعد ما هنسيبها حوالي 3 دقايق كمان هنبدأ نسقيها بالصوص اللي عملناه. وهنهدي النار وهنغطي الفراخ، ومن وقت للتاني هنقلبها ونزود لها صوص. وبعد ما بنضيف كل كمية الصوص اللي عندنا بنفضل نقلب في الفراخ وبنشيل الغطا، بس نخلي بالنا واحنا بنقلب عشان الفراخ ما تتقطعش معانا. وخلاص كده قلبنا الفراخ كويس من وقت للتاني لحد ما خدت لون معانا من على الناحيتين واستوت كويس، والصوص بتاع الزبادي اللي ضفناه طبعا بيختفي في التسوية. وخلاص كده هي جاهزة معانا، جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. وبكده بتكون وصفة النهاردة انتهت، بتمنى انها تكون عجبتكم، واستنونا ان شاء الله في وصفات جديدة. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس علشان يوصلكم اشعارات بكل الوصفات الجديدة. وإلى اللقاء ان شاء الله في الوصفة اللي جاية.